السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بمادة الرياضيات. من خلاله سأقدم لكم شرحا مبسطا للعدد الأولي، تابعوا معي. أبدأ هذه الحصة بتعريف بسيط للعدد الأولي، هو كل عدد أو هو العدد الذي لا يمكن قسمته إلا على نفسه وأيضا على العدد واحد. إذن هذا هو تعريف العدد الأولي. نأخذ مثال لنفهم أكثر العدد الأولي. العدد 11 مثلا لا يقبل قسمة إلا على نفسه، أي على 11 وأيضا على العدد واحد. إذن نقول بأن العدد 11 هو عدد أولي. ممتاز. هذه بعض الأعداد الأولية التي لا تقبل القسمة إلا على نفسها أو على العدد أو الرقم واحد. لدينا 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17 إلى آخره. إذن كل هذه الأعداد التي ترونها هي أعداد أولية. طبعا ملاحظة بسيطة جدا ومهمة، هنا لدينا الرقم 2، 3 و5 و7. إذن كل هذه الأرقام هي أقل من 10، أي تتكون من رقم واحد. لاحظوا جيدا، العدد 2 أو الرقم 2 هو عدد أولي، بينما جميع مضاعفات العدد 2 فهي ليست بأعداد أولية، أي 4، 6، 8، 10، 12، 14. كل هذه الأعداد الزوجية ليست بأعداد أولية. كذلك نفس الشيء بالنسبة للعدد 3، جميع مضاعفات العدد 3 ليست بأعداد أولية، مثلا 6 ليس عدد أولي، 9، 12، 15 إلى آخره. إذن مضاعفات 2، مضاعفات 3، مضاعفات 5 وأيضا مضاعفات 7، كل هذه المضاعفات ليست بأعداد أولية. إذن ما هو العدد الأولي؟ هو كل عدد يقبل القسمة على نفسه وأيضا على العدد واحد. نمر الآن لتمرين تطبيقي، من خلاله سنقوم بإحاطة الأعداد الأولية، تابعوا معي. إذن في هذا المثال التطبيقي سنقوم بإحاطة كل عدد أولي من بين أعداد المقترحة: 45، 2، 29، 33، 37، 53، 49، 101، 555، 89، 110، 113. كل عدد أولي نقوم بإحاطته. إذن أترك لكم بعض الوقت للتفكير في الإجابات الصحيحة ونقوم بالتصحيح. ممتاز. إذن نبدأ ب 45. طبعا 45 من مضاعفات العدد 5، وبالتالي فإنه ليس عددا أوليا. 2، طبعا 2 عدد أولي لأنه يقبل القسمة على 2 وعلى 1، إذن نقوم بإحاطة عدد 2. 29 أيضا عدد أولي يقبل القسمة على نفسه وعلى العدد 1، إذن نحيط 29. 33 ليس بعدد أولي لأنه من مضاعفات 3، يقبل القسمة على 3 ويقبل القسمة على 1 ويقبل أيضا القسمة على 11، إذن ليس عددا أوليا. العدد 37، نعم هو عدد أولي يقبل القسمة على نفسه وعلى 1. نفس الشيء بالنسبة لي 53 عدد أولي. العدد 49، لا ليس عددا أوليا لأنه من مضاعفات 7، يقبل القسمة على 7، إذن ليس بعدد أولي. بينما العدد 101 هو عدد أولي، نقوم بإحاطته. العدد 555 عددا من مضاعفات 5، كل الأعداد التي رقم وحداتها 5 أو 0 هي من مضاعفات 5، مثل 45، 555، وبالتالي فإن هذا العدد ليس عدد أولي.
بينما 89 عدد أولي، 110 عدد زوجي ينتهي بالصفر، من مضاعفات 5 ومن مضاعفات 2 إذا ليس بعدد أولي، بينما 113 عدد أولي. إذا هذه هي الإجابات الصحيحة بالنسبة لهذا السؤال الخاص بتحديد وإحاطة العدد الأولي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وأشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.